حبيبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب تكون ايامكم كلها حلوة زيكم. انا بشكر كل اللي متابعني واللي عمل لايك على الفيديوهات واللي بيشترك في القناة واللي بيتفاعل. انا بشكركم وانا بحبكم خيرات الله. انا بحبكم جدا يا حبيبي. كل مرة هعمل مفاجآت ليكم، هنزل قراءات مجانية ان شاء الله ابتداء من الاسبوع الجاي. هعمل قراءات مجانية لأكثر أشخاص متفاعلين، يعني كلكم حتفوزوا. كل من يشترك بالقناة ويتفاعل إن شاء الله حيفوز بقراءة تفصيلية بإذن الله لما ألاقي الوقت هعمل لكم. مش هطول عليكم، أنا اليوم حبيت أعمل فيديو. هل أنتظر حبيبي؟ هل حبيبي سوف يرجع من خلال الفنجان والكروت المغربية؟ هل أنتظر حبيبي؟ هل سوف يرجع حبيبي؟ هل يفكر فيا؟ ايه مشاعره ناحيتي؟ استناه ولا امشي واسيبه؟ استنى حبيبي ولا اشوف غيره؟ انا هيجيني شخص جديد وانا بضيع وقتي معاه. من خلال ده عندكم اختيارين اتنين، يا الفنجان الاول يا الفنجان التاني، يا الكروت الاولى يا الكروت التانية اللي هي تبع الفنجان. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبتدي القراءة. يعني غمضوا عينيكم، يعني الاختيار الأول الفنجان الأول الحجر الأحمر، الفنجان الأول الحجر الأحمر، الكروت دي للفنجان الأول، الفنجان الثاني الحجر الأزرق، الفنجان الثاني الحجر الأزرق. ركزوا حطوا طاقتكم عشان توصلي طاقتكم في كل قراءة، وهي طبعا قراءة عامة ممكن تكون منطبقة عليكم ممكن تكون مش منطبقة. بتنسوش تعملوا لايك على الفيديو وشير وسبسكرايب للقناة، وانا بحبكم. الكروت للحجر، الكروت للفنجان الثاني. غمضوا عينيكم وصلوا على النبي وقولوا بسم الله وغمضوا عينيكم. اول ما تفتحوا اللي تفتحوا عليه عينيكم واللي حطيتوا فيه في طاقتكم اختاروه، وان شاء الله تكون قراءة منطقة. هنبتدي مع الفنجان الثاني والكروت حجر الأحمر. هنبتدي مع الفنجان الثاني الحجر الأحمر، ويا رب بخير. مبين من فنجان انتوا زعلانين جدا، زعلانين على حاجة زي ما تكون ضاعت منكم، كأنكم ضيعتوا حاجة من بين ايديكم، كأنكم تايهين، كأنه الفنجان غامق شوية. عندكم احزان بالفترة دي، تعبانين الفترة دي، انتوا بتفكروا بحاجة ضاعت منكم، انفصلتوا او لسه منفصلين على شخص، أو جاني حتى توقيت 6 رقم 6 رقم 5، كأنكم من 5 شهور 5 أسابيع 6 أسابيع أو شهرين وقتين اثنين انفصلتوا على شخص، كأنكم تركتوا حاجة وراكم، كأنكم ضيعانين، كأنكم شردين، كأنكم بتفكروا كتير. يعني اللي اختاروا الفنجان الأول سيبوه على الله، ما تفكروش كتير. ده بين لي طاقة المنفصلين، كأنه اللي اختاروا الفنجان الأول أغلبكم منفصلين أو انفصلتوا من فترة كده قريبة، أسفة، من فترة كده قريبة جدا. كأنه مبين لي شكل قلب، كأنكم بتحبوا شخص ولسه قلبكم معاه وبتحبوه كتير برغم الانفصال اللي صار، كأنكم لسه متعلقين فيه جدا. مبين اتنين كأنهم ماسكين ايدين بعض، كأنكم مش قادرين تستغنوا عن الشخص ده، كأنكم لساتكم بتفكروا فيه. مثل ما قلت، يعني الفنجان واضح مبين كده، كأنكم واقفين على حاجة وبتنتظروا عودة الشخص ده، في طاقة تعلق طاقة انتظار. هل حبيبي حيرجع لي او لا؟ اللي اختاروا فنجان رقم واحد الفنجان الأحمر، الحبيب
هل تستنوه ولا تشوفوا حياتكم؟ انا بنصحش اللي اختاروا فنجان ده انه ينتظروا حبيبهم، لانه الشخص ده ظالم ومفتري، وكمان بعد ما ادالكم الحب والعطفة وانتوا كمان ضحيتوا عشانه كتير، كأنه ترككم واعطاكم بالظهر، كأنه راح وسابكم وانتوا في امس الحاجة ليه. ده الشخص ابدا ما بيستاهلكمش ولا يستاهل حبكم ليه. لو منتظرين عودة الشخص ده، ده الشخص انا شايفاه هنا على التلة واقف ودايرين بيه اتنين بنات، كأنه متعدد العلاقات، كأنه حواليه كتار، كأنه الشخص ده مشهور محبوب انا مش عارفة، او نرجسي ومتكبر. ده الشخص متكبر جدا وكمان ما بيتنزلش بسهولة وكلامته غالية، يعني دايما عايزكم انتوا اللي تتصلوا، انتوا اللي تعتذروا منه حتى لو هو غلط في حقكم، عايزكم انتوا اللي تبكوا عليه وتندموا وتحسوا ده الشخص ظالم. ده قاعد بينتظركم، هو انتوا اللي تكلموه عشان يذل فيكم اكثر، عشان يضيع لكم وقتكم. ولو رجعتوا للشخص ده انا ما بنصحكمش، انه حيضيع لكم وقتكم. ده الشخص ابدا مش ناوي على الحلال ومش ناوي انه يرسم العلاقة، مش ناوي. ده الشخص ابدا مش ناوي انه يعمل ترسيم للعلاقة دي، كأنه الشخص ده بيهدرلكم في وقتكم وعاوز انه حتى لو رجع لحياتكم انه يدمركم. ده الشخص بنفس الوقت ظالم وبنفس الوقت يعيش دور المظلوم. ده الشخص بيعيش دور الضحية وقاعد ناطر انكم ترجعوا له عشان يمثل عليكم ويقول انتي ظلمتيني انتي زعلتيني، عشان اكثر يستنزفك. دي العلاقة السامة مستنزفة جدا ومضيعة للوقت، لانه الشخص ده مش هيرسم العلاقة ومش بيفكر انه يرسم اصلا العلاقة. ده الشخص كأنه جاني رمز الفرشاد وجاني كمان رمز العفش، كأنه بيضيع الوقت، كأنه الشخص ده ما فيهوش خير ليكم. وانتوا حتشوفوا ده من خلال حياتكم ان شاء الله، ربنا حيبين لكم انه ده الشخص مش الشخص اللي فيه خير ليكم. مع الوقت هتعرفوا انه الشخص ده لا فيه خير ولا فيه امان، لانه زعلكم جدا، تعبكم حتى نفسيا، تعبانين جدا، سهرانين الليل كأنكم بتبكوا عليه، كأنكم عايزين تسترجعوا. لكن للأسف أصحاب الفنجان ده متعلقين لسه بالشخص ده، لكن مع الوقت انتوا هتنسوه وهتشيلوه من حساباتكم، من حياتكم كمان. والله الله، يعني ربنا هيعرفكم حقيقته قريب جدا لو لسه معرفتوش. لكن انا متأكدة انه الكتار من اللي اختاروا ده وطاقتهم وصلت لي، انتوا عرفتوا حقيقة الشخص ده، لانه شخص اناني ومفتري جدا وظالم وكأنه متعدد العلاقات. حتى لو عاوز هو رح يحاول انه يرجع لكم، لكن انا ما بنصحش انكم تستنوا الشخص ده او تكملوا تضحيوا علشانه. تضحيات على الشخص ده، ده ما يستاهلش، ده اصلا ما بيستاهلكيش. ده انت طيبه جدا وحلوه جدا وروشه والف من يتمناك، وفي شخص جديد واقف هنا كانه ناطر كلمه منك، ناطر سلام منك، ناطر تحيه، ناطر حاجه منك عشان يدخل لحياتك. كانه في شخص جديد هيدخل حياتك بالفتره الجايه، يمكن اخر شهرين من السنه، وعاوز يرسم العلاقه معك. ده شخص هنا قاعد كأنه بجنبك، كأنه قاعد قريب منك هنا، كأنه عايز يطلب منك جواز، عاوز يرسم علاقة. هي الحاجة الحلوة في الفنجان ده انه جاي جديد، جاي شخص جديد، يعني افتحوا المجال انه يجي لكم شخص جديد. ما تستنوش الماضي، انسوا الماضي، حاولوا انكم تشوفوا حياتكم، والله حيجي لكم شخص بنسيكم فيه وبنسيكم في مية زيه.
ده الشخص ما بيستاهلكمش على فكره، ده الشخص ما بيستاهلش ولا حاجه فيكم، لا حبكم لا تضحياتكم. انت شخص حلو اللي اختار الفنجان ده، قلبك طيب جدا، وهيجيلك اللي بيستحق انك تكوني معاه. ده الشخص الجديد هيجيلك، هيتقدم لك قريب جدا، هيرسم العلاقه، هيكون عايز معاك على الحلال وعاوز انه يرسم معاك العلاقه. يعني ده نصيحه الفنجان، حاولوا انكم تفتحوا عينيكم وتشوفوا حواليكم في ناس بيستحقوكم، في ناس جديين معاكم. حاولوا انكم تنسوا ده الشخص، وما تحاولوش انه تخليه يرجع لحياتكم، او حتى لو رجع ما تخليهوش يستنزفكم او يضيع لكم وقتكم زيادة. انا ما بنصحش انه الوقت يضيع مع الشخص ده، ده شخص اناني متكبر. بعدين هنعرف طاقات في الكروت المغربية، هنعرف طاقة الشخص ده ايه طاقته. لكن هنا لو تشوفوا هو حواليه الشخص اللي من ماضي اللي كان معاكم، عنده حواليه كتير كتر اللي حواليه، وهو كل مرة بيخرب قلب واحدة وبيجرح في واحدة وبيسيب التانية ويرجع الأولى ويسيب التالتة ويرجع للرابعة. يعني دايما بيرجع الماضي وبيقدم، هو شخص متعدد العلاقات لكن دايما يحب يرجع لماضيه عشان يضيع وقته، عشان يلاقيكي ما عندكش ولا حد جديد في حياتك، عشان يضيع لك وقت. يعني ده الشخص مش جديد ابدا، وانا ما بنصحش انكم ترجعوا الشخص ده، ما بنصحكمش. انسوا الماضي، استناه ولا سيبه، سيبيه وشوفي حياتك. لو جالك شخص جديد انا بنصحك، هو اجمل واحلى منه بكتير يعني، وانتوا دلوقتي في طاقة تعلق، لكن الله حينسيكم فيه، هتنسوه. جايلكم اللي حينسيكم، وربنا حيراضيك باللي احلى منه، لانك انت تستاهلي، وفي العوض من عند ربنا. ربنا بيعوض عليكي بالجميل واللي افضل منه واللي احسن منه، يعني العوض من عند ربنا. بينت لي كمان طاقة مطلقات كأنكم بتتابعوا، هيجيلكم اللي أفضل من جوزكم اللي راح وسابكم، ما تستنوش إنه يرجع، شوفوا حياتكم. للعزاب في شخص جديد هيدخل حياتكم، شخص حلو وأمور، طويل وأسمر وعينيه عسلية وشعره أسود. ده الشخص اللي أنتوا بتحلموا بيه، ده السلمي، ده توأم الشعلة وتوأم روحكم، ده كل حاجة جميلة كنتوا بتنتظروها هتكون فيه. ده الشخص هيعوضكم بكل حاجة، ربنا حيرضيكي وحيعوضك باللي أحسن. ترسيم العلاقة والجواز في أواخر شهور من السنة دي إن شاء الله. هيكون حروف اسم الشخص الجديد بالألف أو الراء أو السين أو الشين أو ميم أو الزاد أو القاب، هيعوضك وهيعوضكم ربنا باللي أحسن. الحبيب الماضي كان بيفكر فينا إزاي؟ هو بيفكر فينا دلوقتي؟ هو صح بيفكر فيكم جدا، لأنه شايف إنه كأنه ضيعك من بين إيديه، كأنه حيندم عليك فترة قريبة جدا، كأنه حيعرف إنه ضيعكم، لأنه حيعرف اللي بعدين إنه خسركم لما تكونوا مع شخص جديد. هيعرف انه خسركم، حيندم عليكم، حيبكي عليكم، حيتأسف لانه فعلا خسركم. هيعرف ده متأخر جدا، وحييجي في الوقت المتأخر حيلاقيكم انه انتوا نسيتوه، وربنا عوضكم باللي اكثر منه. هنشوف بالكروت هتقولي لنا ايه على القراءة. الحجر الأحمر، هنشوف الكروت هتقول لنا ايه. هل ابعد واستناه؟ هل ابعد؟ هل انتظره؟ هل هيرجع لي ولا لا؟ ولا امشي في طريقي واشوف حياتي؟
ولا استنى هو شايفني ازاي، بيفكر فيه ازاي. اللي اخترتوا الاختيار الاول حاجة الاحمر، انتوا تعبتوا جدا بالفترة دي او اخر 3 شهور من السنة، كتير تعبتوا كأنكم مليتوا من العلاقة اللي انتوا فيها، كأنكم تبعبتوا من بعض والانفصال اللي الشريك كان مسببه ليكي، كأنه في طاقة سحر أو طاقة تعب. ده الشخص اللي أنتوا كنتوا معه في الماضي، كأنه بينتكم خلافات كتيرة سببت الانفصال، كأنه صار فيه خلافات كتيرة هي كانت سبب للانفصال. كأنه الشخص اللي حيجيكم جديد قريب جدا، حيجيكم حتكونوا في علاقة جديدة قريب جدا بعد كل التعب والأسحال اللي عملوها لكم، لأنه في طاقة سحر، كأنكم في حد عاوز يعمل لكم سحر، كأنه في مثل ما قلت الشخص المتلاعب الشيطان ده هو الشخص اللي من ماضيكم، كأنه هو الشخص المتلاعب، كأنه شخص نرجسي وعايز يتلعب بحياتكم، كأنه كان في حياتكم عشان بس يلعب بحياتكم، كأنه عارف لأنه قلبكم طيب ولأنتوا بتحبوه وقاعد يلعب بمشاعركم بقلبكم. في طاقة خلافات، كأنكم في خلاف كان كبير وحاد، كان في نقاش حاد جدا انتو والحبيب، هو اللي كان بسبب البعد. كأنه صار كان في خلاف حاد ونقاش حاد بينكم وبين الحبيب، كأنكم اكتشفتوا انه بيخونكم او اكتشفتوا انه في علاقة تانية وصار الخلاف وصار الانفصال بينكم. لكن انا بنصحكمش انكم تنتظروا الحبيب ده، لانه شخص متعدد العلاقات، في طرف ثالث بالموضوع، هو دخل في علاقة جديدة، هو لو سابكم وراح لانه دخل في علاقة جديدة، كأنه العلاقة دي كأنه مش في علاقة واحدة، كأنه متعدد العلاقات، كأنه هو في علاقات كتيرة. ممكن تكون قراءة عكسية، لكن انا القراءة دي مش عكسية، ممكن تكونوا انتوا اللي في علاقة تانية لكن هو اللي في علاقة تانية. ده كان سبب البعد والانفصال بينكم، انه تعد العلاقات او حتى انه تدخل اطراف ثالثة من عائلته هي سبب الخلافات. يمكن شخص كبير من عائلته تدخل او من اصدقائكم او اصدقاء مشتركين تدخل وسبب الخلاف الحد اللي بينكم او الانفصال بسبب امرأة تانية هي دخلت حياتكم وكانت سبب في الخلافات دي. انا مبين لي هنا طاقات برج الجوزاء الهوائية وطاقات الابراج المائية، عقرب، ميزان، دلو، حوت، طاقات مائية، سرطان، حوت، وطاقات برج الثور، العذراء، الحمل. لو حبيبكم الطاقات دي انا ما بنصحكمش انكم تكملوا او تنتظروا انا امشي واسيب ولا انتظروا، انا بنصحك انك تبعدي من العلاقة دي لانها علاقة سامة، لانها حتاخد مني كتير ويمكن في حتى استغلال مادي وجسدي في العلاقه دي. انا ما بنصحكمش تكملوا في العلاقه دي عشان هتتعبوا جدا في العلاقه دي، علاقه متعبه جدا وهتتعبكم كتير. انا بنصحكم انكم تبعدوا عن العلاقه دي لان العلاقه دي سامه، وانه جاي لكم شخص جديد هيدخل لحياتكم قريب جدا هيفرحكم، وحيكون في ترسيم للعلاقة بشكل سريع جدا، والشخص اللي من ماضي حيرجع، لكن حيرجع ندمان ومتأسف، لكن حيرجع متأخر جدا عشان حيلاقيكم مع شخص جديد وانتو حتنسوه، ده الشخص هو اللي بينسيكم فيه. دعوات ربنا ليكم اللي اخترتوا الاختيار الاول، دعوات من عند ربنا وحتنسوه تماما. هتنسوه كليا وهو اللي حيرجع ندمان وعاوز يرجع لكم، لكن انتو حتنسوه كليا. ده الشخص من برج ناري مثل ما قلت او برج هوائي او برج ثور، هو الشخص ده عنيد جدا وكمان نسوانجي او متعدد العلاقات، لكن حيندم عليكم وحيبكي، اللي انتو بكيتوا عليه حيبكي اضعافه.
إن شاء الله تكون قراءة منطقة. حنمر للقراءة الثانية، اللي اختاروا اختيار الثاني. حبيب حيرجع لي ولا لا؟ هل بيفكر فيا ولا لا؟ هل اقعد واستناه ولا امشي واسيبه واشوف حياتي؟ هنشوف. الفنجان الرقم الثاني، القراءة رقم 2، ان شاء الله تكونوا حلتوا طاقتكم عشان تصلي. الحجر الازرق، الفنجان رقم 2، هنشوف مع بعض ايه مخبي الفنجان رقم 2. بسم الله ما شاء الله، فنجان كله أبيض وفاتح ما شاء الله، وفي كمان طريق حلو جدا ناطر أصحاب الفنجان التاني. بسم الله ما شاء الله، كده الفنجان منور وحياتكم هتنور ما شاء الله. بسم الله لحبيب، على فكرة بيحبكم جدا أصحاب الفنجان ده، قلبه صافي من ناحيتكم زي الحليب، قلبه صافي جدا. شوفوا الفنجان ما شاء الله، يعني الرموز واضحة، وكمان هو فاتح، يعني اللي جاي في حياتكم إن شاء الله كله خير، وإن شاء الله في فتحة خير، في أخبار حلوة هتسمعوها، في غايب حيرجع والحبيب حيرجع قريب جدا، يعني يمكن وقتين أو وقت واحد حيرجع الحبيب. اللي اختاروا الاختيار الثاني، الحبيب راجع قريب جدا، يمكن شهرين أو أقل من شهرين، أسبوعين حيرجع الحبيب. حبيب بيحبكم جدا، وكأنكم هنا واقفين مع بعض انت والحبيب، كأنكم هتتقابلوا قريب في مقابلة، كأنكم واقفين وجها لوجه انت والحبيب. على فكرة لو بتفكروا ان الحبيب ده عنده طرف ثالث، هو ما عندهش طرف ثالث، يمكن تكون تدخلات عائلية او اطراف ثالثة، اصدقاء ولا حاجة، يعني ما فيش طرف ثالث، يعني شريك ثاني ابدا. الحبيب عنده شوية مشاكل بالعمل، عنده ظروف متعبة جدا، يمكن ظروف عمل وقاسية المدة دي، عنده نقص في الأموال، عنده نقص في حاجات كده. هو ابتعد عليكم الحبيب لأنه تعبان جدا الفترة دي، لكن قريب لما تحسن ظروفه وأعماله حيرجع ليكم وحيتصل فيكم قريب، لأنه في اتصال، في كلام حيفرحكم، في مكالمة حتجيلكم قريب جدا حتفرحكم، يمكن يكون اتصال من حبيب. على فكرة الحبيب شايفكم ازاي وبيفكر فيكم ازاي. الحبيب بسم الله ما شاء الله بيحبكم جدا، وكأنه بيفكر انه يرسم العلاقة معكم، كأنه هنا في زي، كأنه هنا في زي الحلق كده، كأنه خاتم، كأنه عايز يرسم العلاقة، كأنه عايز يحكي في امر خطوبة معاكم، كأنه حيحكي عائلته عليكم، على حيحكي مع العيلة عليكم، كأنه عاوز يخبرهم على أمر كده، جواز. الحبيب على فكرة بيكن لكم مشاعر قوية جدا، وحبيبكم ده كأنه سلميت، كأنه هو توأم روحكم، كأنكم حواليكم أشخاص كتير، كأنه حواليكم ناس عايزين يتقربوا منكم لكن انتوا بتبعدوا عليهم، كأنكم مش عايزين غير الحبيب، يعني غير الحبيب انتوا مش عايزين، كأنكم قاعدين تستنوا في الحبيب، والمشاعر ما شاء الله متبادلة بينك وبين الحبيب، مشاعر متبادلة. الحبيب بيحبك زي ما انت بتحبه، وكده الفنجان ما شاء الله منور، كله أخبار مفرحة، أخبار جواز، أخبار فرح، أخبار حتفرحكم جدا قريب جدا، في اخبار سره ليكم، يعني مفاجات حلوه كده بالبيت، في عتبه البيت فرحه. انا بسمع الزغاريد ما شاء الله، في زغاريد هنا، في طيور طايره زي هتحمل لكم اخبار سره، الزغاريد هتملى البيت. بالنسبه للمتجوزين وناطرين حمل ان شاء الله، في بيبي صغير هنا، هتسمعوا خبر الحمل قريب جدا، هتفرحوا بيه قريب جدا، حيجي لكم خبر الحمل والفرح، كل حاجة حلوة حتجي لكم قريب إن شاء الله.
صفوا النية وقولوا بسم الله. اللي اختاروا اختيار تاني نجمكم ساطع، بسم الله ما شاء الله ووشكم منور والخير قادم عليكم، قولوا ان شاء الله. روحانيتكم عالية الفترة دي، كأنكم بتصلوا كتير بتدعوا كتير، في فرق من عند ربنا قادم ليكم، كأنه في طريق سفر أو سكة سفر حتمشوها، كأنه في شخص جايلكم من بلد بعيدة أو حيجيلكم هتسمعوا عليه خبر حلو، كأنه حبيبكم ده بيشتغل شغلة شغلانة كده، كأنه مشروع، كأنه محل تجاري، كأنه حيفتح محل تجاري، كأنه كده مهموم وبيفكر جدا في الأعمال وتعبان جدا بالعمل وتفكير جدا في العمل، منكب جدا انه يفكر في العمل وكده والتعب المادي الحبيب بيحبكم على فكرة، والجواز قريب جدا حيكون، يعني مفيش شك، انا بنصحك انه تستني الحبيب ده بيحبكم جدا، كأنه حروف اسمه من حرف الميم، كأنه ظهرت لي بحرف الطاء، بحرف الميم، بحرف الراء، بالسين، بالشيم، بالألف، بالنون، بالقاء. ده الحبيب ناوي يتقدم ليكم على فكرة، ده قاعد بيشتغل كده وبيجمع فلوس عشان يقدر انه يتقدم لكم ويتجوزكم بشكل سريع، عاوز يرسم العلاقة بشكل سريع، يعني من هنا لأول العام الجديد ان شاء الله في ترسيم للعلاقة بينكم وبين الحبيب. ده سايب الدنيا كلها ومشتريكم، ده حيبيع الدنيا كلها ويشتريكم، يشتريكم بالغالي. لو انتم منفصلين كده من فترة قريبة جدا او حتى بعيدة شوية، الحبيب رجع وضغوط العمل هي السبب في انه بعيد عنكم. حتى لو حبيب بعيد عنكم شوية الفترة دي، في ضغوط عمل كده، في عندكم سكة سفر انتوا والحبيب حتمشوها مع بعض، كأنه الحبيب بيشتغل كده في مجال عمل متعب جدا، تعبه جدا، ولده هو تعبان ومنكب على العمل جدا، في عنده زيادة في الأرباح والمال إن شاء الله قريب، وإنت كمان لو تعبتي في ضغوط مادية كانت عندك، جيت لك أموال كده بشكل مفاجئ، جيتك أموال أنت كنت مش منتظرتها وحد جيلك. على فكرة الخاتم هنا باين، خاتم الجواز ما شاء الله، يعني الخاتم هو قاعد كأنه بيفكر أنه يجمع حق الخاتم أو أنه يفكر أنه يشتري لكم الخاتم، هو حيفاجئكم بشكل حاجة حلوة، في مفاجأة، هو حيعودكم على كل بعد هو بعده عنكم، على كل تعبته أنتم منتظرينه، حيعودكم بيه إن شاء الله، في عوض من عند الله. اللي يختاروا الفنجان ده الجواز ميسر انتوا والحبيب ان شاء الله، كل حاجة مسهلة مع عند ربنا وحيرضيكم ربنا، هو حيعوض لك على كل غياب غبو عنك، حيعوض لك، حيعمل لك مفاجأة، حيعمل لك كده يمكن يقدم لك الزواج بشكل مفاجئ، يعني زي ما بنشوفه كده حيفاجئك انه يطلب ايدك للجواز بشكل مفاجئ جدا، حيجيب لك مفاجأة انت مش منتظرتي، انا انت ما كنتيش منتظرتيها ابدا. لو الحبيب مواصفاته طويل كده واسمر وعيني فتحة، هو لا طويل وابيض، هو الحبيب ده مواصفاته بينت لي في الفنجان، ده حيجي لكم قريب جدا عشان يطلب ايدكم، ترسيم العلاقة هيكون بشكل سريع جدا، في حكي على موضوع خطوبة مع العيلة، وانتوا تعبتوا وانتوا بتنتظروا الحاجة دي لكن ميسرة من عند الله. الخاتم هنا باين، يعني كله باين، ناقصين الشبكة والطرحة، ويلا وصغريت، يعني ما شاء الله بسم الله عليكم، ربنا يسعدكم كمان، انتوا على قد نيتكم، الله حيرضيكم، حيسعدكم، حيفرحكم. في عندك عقد عمل في بلد من البلد من خارج، في بلد بعيدة حيجي لك عقد عمل او عقد عمل كده، عندكم مشروع حينفتح ان شاء الله بسم الله ما شاء الله، لكن في عينين بتراقب حياتكم، نجمكم ساطع، احذروا من عين ومن الحسد، لانه في عين بتراقبكم، في 2 عينين بيراقبوا حياتكم بيحسدوكم بعد الشر على قلوبكم. حنشوف الكروت المغربية هتقول لكم ايه بالنسبة اللي اختاروا في مجال رقم 2.
بالنسبة اللي اختاروا الفنجان رقم 2 والكرود، الحبيب هيرجع بيفكر فيا ازاي وشايفني ازاي، وان هو راجع قريب جدا، هل استنى الحبيب ولا امشي واسيبه؟ هنشوف ايه الكروت هتقولنا. الجواز هنا مبين اهو، الحبيب في لم شمل انت والحبيب، حتى لو بيناتكم انا بينت لي هنا بطاقة المطلقات، هيرجع يتلم شملك انت وجوزك، سيبي عليكي من الخلافات، وان شاء الله في رجوع قوي بيناتكم ولم شمل لو في اطفال ان شاء الله. وبالنسبة زي ما قلت لكم الحبيب هيرجع وهيرسم العلاقة بشكل سريع للمنفصلين. بسم الله ما شاء الله. يعني أموركم ميسرة اللي اخترتوا الاختيار الثاني، التيسير معاكم أموركم والانفراجات كمان. بسم الله ما شاء الله. أنا زي ما قلت لكم العين عليكم الفترة دي، احذروا من العين، لأنه في أشخاص مش حلوة وقلوبها سودة بتراقب حياتكم، احذروا من العين. اللي اخترتوا الاختيار الثاني احذروا من العين، العينين عليكم الفترة دي، احذروا من العين، العين عليكم. الحبيب بيحبك على فكرة، الحبيب متعلق بك بشكل كبير وبيحبك وراجع قريب جدا، يمكن في وقت واحد او وقتين هيرجع لك الحبيب. الطاقات اللي بينت لي هنا طاقة برج الحوت، طاقة أبراج مائية، برج الحوت، السرطان، العقرب، وأبراج هوائية، ميزان، دلو، وبرج الحمل بين لي بقوة، وبرج العذراء، برج القوس. بسم الله ما شاء الله. برج القوس الطاقات دي مبينت لي الرجوع قريب جدا، انت حواليك ناس زي ما قلت لك، في أشخاص كده حاطين عينيهم عليكي، لكن انت مش عايزه غير الحبيب، وانت قاعده منتظره الحبيب على فكره، وهو قاعد يستنى انه يرسلك، هيبعت لك رساله، هتفرحي برساله منه، او على السوشيال ميديا لو بتحكوا هتجيلك رساله منه، هيجيلك خبر منه، هيبعت لك، هيرسلك، او هيتصل بيكي قريب جدا، في اتصال منه هيساعدك، في رساله هتصلك، خبر هتسمعيه، خبر حلو كده هتسمعيه هتفرحي بيه، في مكالمة منه، اتصال، يمكن مقابلة هتقابله قريب جدا بعد الرجوع. المفاجأة هيعمل هيلك، وترسيم العلاقة هيتم ان شاء الله بشكل قريب جدا وسريع جدا، في ترسيم العلاقة بينكم، في خبر على موضوع خطوبة، ترسيم علاقة، خبر حلو هتسمعوه قريب جدا. احذروا من الحسد ومن الغيرة ومن الناس اللي حواليكم، الناس دي قريبة منكم جدا، يعني احذروا من كل اللي حواليكم، وفتحوا عنيكم شوية، اوكي، فتحوا عنيكم شوية الاختيار التاني، ان انتوا حياتكم كده حلوة ما شاء الله، وحتفرج عليكم، في عندكم بشائر واموال، في عندكم مشاريع هتفتح جديدة، او عندكم شراكة مالية او عقد كده هيجيلكم قريب جدا، عندكم سفر، لذا العين عليكم، ومحسودين جدا، ونجمكم ساطع، ومحسودين جدا. انا بنصحكم انكم تعملوا تحسين لانفسكم وقراءة المعوذتين، قراءة سورة النور وقراءة سورة البقرة، عشان تحموا انفسكم، وما تنسوش اذكار الصباح والمساء عشان تحصنوا انفسكم من الحسد والعين والسحر، اوكي حبايبي، لانه انتم ما شاء الله حتى روحانيتكم عالية الفترة دي جدا، روحانيتكم عالية، وبسم الله ما شاء الله عليكم، الحبيب بيحبكم جدا، يعني حتى لو حسدوكم هيحسدوكم على حب الحبيب ليكم. الحبيب شايفك ازاي وشايفك ازاي؟ الحبيب شايف انه انت ك
كأنك نجمة وضاعت منه الفترة دي لما صار الانفصال. شايفك الحبيب كأنك نجمة عالية في السماء، وكأنه عايز يوصلك بأي تمن، وعايز يوصلك قريب جدا. كأنه لو ما فيش مشاكل عمل وظروف منعته لاتصل بيك دلوقتي، لأنه انت هو بيفكر فيك جدا. هو انت شغلة كل تفكيره الفترة دي، انت شغلة كل تفكيره على فكرة، تفكيره إلا فيكي، وقاعدة شغلة تفكيره جدا. كأنه بيفكر إنه حتى يعوضك، يعمل لك مفاجأة حلوة، هتسمعي منه أخبار حلوة جدا الفترة دي، وحتى طلب الجواز هيكون بشكل مفاجئ جدا، بشكل رومانسي يعني. ما شاء الله نيالكم. القراءة الثانية على جد نيالكم، ربنا هيعوضكم بكل خير، ربنا هيراضيكم، هيراضيكم جدا. ان شاء الله تكون القراءة عجبتكم حبيبي، وان شاء الله نلتقي في فيديو تاني ان شاء الله. وانا دايما حاولوا تفعلوا بالقناة، هختار هعمل قراءة مجانية جديدة قريب جدا، وحاول اختار اكثر ابراج، اكثر الاشخاص المتفاعلين بالقناة هعمل لهم قراءة تفصيلية على حياتهم قريب جدا. حاولوا انكم تفعلوا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، شير الفيديو وسبسكرايب، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس تحت ليصلكم كل جديد، واعملوا لايك عشان يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس. انا بحبكم كتير، بحبكم جدا. دمتم بخير ان شاء الله. باي.